والآن أدعو فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس جمهورية تونسية لإلقاء كلمته فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أتوجه أولاً في هذه الكلمة الموجزة بأسمى عبارات التهنئة إلى أخي حضرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، راجياً مبتهلاً إلى الله أن توفق أعمالنا وأن تسدد خطانا في جمع الكلمة ووحدة الصف، وأنها لمناسبة أيضاً في هذا المقام لتوجيه الشكر إلى أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة على مدى رئاسته للقمة بروح عالية من المسؤولية في لم الشمل، والحمد لله تعالى أن تم لم الشمل. كما أتوجه بالشكر أيضا إلى معالي السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية وإلى أعضاده على الجهود التي يبذلونها بدون انقطاع لتعزيز العلاقات بين دولنا وبين المنظمات الدولية الأخرى. أيها الملأ الكريم، إن العالم بصدد التشكل من جديد بعد أن تشكل منذ نهاية القرن التاسع عشر، ودفع شعبنا العربي في كل أرجاء وطننا العربي الثمن باهظا من أجل الحرية والانعتاق والاستقلال، وما زال أشقاؤنا في فلسطين يقدمون كل يوم تقريبا جحافل الشهداء والجرحى للتحرر من نير الاحتلال الصهيوني البغيض، هذا فضلا عن آلاف آلاف اللاجئين الذين لا يزالون يعيشون في المخيمات. أفما آن للإنسانية جمعاء أن تضع حدا لهذه المظلمة المسلطة على شعبنا في فلسطين في ظل صمت مريب لعديد العواصم؟ أن هذا العالم الذي هو بصدد التشكل اليوم لا يجب أن يتشكل مجدداً على حساب أمتنا وعلى مقدرات شعبنا، بل نريد أن نكون شركاء على قدم المساواة مع من يريدون ترتيبه من جديد. فإذا كانت العولمة التي ظهرت في بداية السنوات التسعين، إذا كانت هذه العولمة قد بلغت مداها وانقلبت على عقبيها،
فأننا نرفض أن نكون مرة أخرى ضحايا لنظام عالمي جديد لا نشارك في إرسائه وفي ترتيبه. وتونس ثابتة على مواقفها، ثابتة أولاً على استقلال قرارها الوطني، ثابتة أيضاً على عدم الانخراط في أي تحالف ضد آخر كما ينص على ذلك دستورها، وشعبها مصر على مبدأ المساواة بين الدول كما تنص على ذلك عديد المواثيق والصكوك الدولية. إن التحديات التي نواجهها كبيرة، ولا شك أننا نشترك في نفس الإرادة من أجل رفعها وتخطيها. وأولى هذه التحديات وليست أقلها على الإطلاق هو الحفاظ على دولنا، لأن هناك من يعمل على إسقاطها حتى تغيب المؤسسات وتعم الفوضى بالاقتتالات الداخلية. ونحمد الله تعالى على عودة سوريا، على عودة الجمهورية العربية السورية إلى أحضان جامعة الدول العربية بعد أن تم إحباط المؤامرة التي كانت تهدف إلى تفتيتها وتقسيمها، ودفع الشعب العربي السوري الثمن غالياً حتى تبقى سوريا دولة واحدة، كما أن إرادتنا هي ذاتها حتى تبقى ليبيا دولة موحدة ويحسم الشعب الليبي أمره بنفسه عن طريق الانتخابات ويعم الأمن كل شبر من أراضيها. ونفس الإرادة تحدونه حتى يسترجع اليمن السعيد سعادته بوحدة شعبه وبالقضاء على كل أسباب الفرقة والانقسام. نفس الأمل يحدونه بأن يتوقف سفك الدماء بالسودان الذي قسموه إلى شطرين في ديسمبر من سنة 2010، فلا نريد سودانا ثالثا أو رابعا إثر هذه الحرب المأساة. وثاني هذه التحديات وليست أقلها حتى وإن وردت بعد التحدي الأول في المقام الثاني، هو الحفاظ على السلم الأهلية. والسلم لن تتحقق إلا بالحلول الاقتصادية والاجتماعية النابعة من إرادة الشعب، فبدون القضاء على الفقر وبدون عدالة اجتماعية لن يتحقق الاستقرار السياسي المرشود. وانعدام الاستقرار لن يؤثر فقط على أوطاننا، بل سيؤثر حتما على كل الدول. ومن التحديات أيضا ولا يتسع المجال لذكرها كلها التحدي الثقافي، فبدون ثقافة وبدون تعليم سليمين ونشر قيم التسامح والتعايش والاعتزاز بالانتماء إلى أمتنا، لا يمكن أن نحصن مجتمعاتنا ضد من يتربص بتفكيكها كتربصه بتفكيك الدول وتقسيمها. ولدينا من الإمكانيات مجتمعين ما يكفي لتحقيق ما نشترك بالتأكيد في العزم على تحقيقه وتجسيده في أسرع الأوقات، بعيداً عن أي وصفات يريدون أملاءها علينا من الخارج. فنحن دعاة سلم وسلام، ونحن دعاة عدل وحرية لأمتنا وللإنسانية جمعاء، ولا نريد أن تتكرر المآسي أو تستمر كما كانت في الماضي، لأن التاريخ لا خير فيه إن كان سيعيد
ما قد ولى وانقضى. وشكرا على الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر فخامة الرئيس قيس سعيد على كلمته.